انا بالنسبه لي ما كانش عندي ما كانش عندي الحكايه دي مهمه. بالعكس الجمهور مختلف الاشكال ومختلف الثقافات ومحتاج حاجات مختلفه. فانت مش قلقان لما تلقى اغاني المهرجانات بتعمل ترندز وبتعمل ملايين وفي اقبال عليها؟ ما بتقلقش من الحكايه دي؟ انا بقالي 35 سنه شفت حاجات كتير قوي. قلق من ايه؟ 35 سنه انا 35 سنه بغني ومش يعني في المجال المحترف يعني. فيعني فكره ان اقلق وكده، بالعكس انا راضي باللي انا فيه جدا يعني. انا بعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى اداني اكتر من حقي بكتير، فانا راضي يعني. بالعكس انا ما ببصش لغيري خالص بصراحه. انا اسف ان اقول كده بس يعني هيفتكروا ان انا بقول كلام، بس حقيقه والله انا ما ببصش لحد، وحتى اللي حواليا عارفين الكلام ده يعني. عمرو دياب ما بيبصش لحد.